نتمنى أن هذه القمة العربية لا تأتي بمزيد من التآمر على الشعب الفلسطيني وعلى الدول المناهضة للتطبيع والشارع العربي والإسلامي وأطفال غزة ومقاوميها. لا أعتقد أنهم ينتظرون أي موقف داعم لهم، لأنه بكل ألم شديد نتمنى من هذه العروش العربية أن تقطع أولا علاقاتها مع الكيان الصهيوني، وأن تتوقف في التعامل مع الدول الداعمة له في هذه الحرب القذرة على إخواننا في غزة. مواقف الجزائر مشرفة وترفع الرأس لكل جزائري ولكل جزائرية بفضل الله سبحانه وتعالى. لم نكن يوما من الأيام جزءا من خيمة التطبيع، كنا دائما مع الحق الفلسطيني ومع إقامة الدولة الفلسطينية ذات السيادة بعيد كل البعد عن التآمر على إخواننا في فلسطين وفي المقاومة. ويكفينا شرفا أن رئيس الجمهورية سماها مقاومة ورفض التطبيع ورفض الهرولة، وكلنا كجزائريين ملتفين مع قيادة دولتنا في المواقف المشرفة. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.